وفي شأن آخر أكد رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرزاق الناظوري أن المشير خليفة حفتر اتصل به ليطمئن على صحته وحال الجنود، وأنه سيعود للبلاد خلال اليومين القادمين، مبينا أنه كان من المتوقع أن يتم استهداف قادة ثورة الكرامة خاصة في هذا الوقت تحديدا. بكل تأكيد بكل تأكيد هو يتم استهداف قيادات الكرامة، وأنت خير دليل الماكينة الإعلامية اللي تحركت اليوم أنها تشكك الناس، تشكك الليبيين في قيادات الكرامة وتشكك أمني. بالعكس نحن موجودين الآن منذ قليل سيادة المشير ليطمئن على صحة الجنود وعلى ما حصل، وأنا أعطيت البيانات بالكامل لما حصل معنا في الطريق وصحته ممتازة، وإن شاء الله اليومين القادمين سيأتي إلى بنغازي. سلبية هو شخصيا من حوالي ساعة وأموره ممتازة جدا، والله بأمانة الشعب الليبي يطمئن أنه هو رأى صحته جيدة وممتازة ممتازة، واطمئن على الحادث واطمئن، سأل على كل الجنود، سأل على كل تفاصيل الحادث يعني. كما بين أن محاولة الاغتيال الإرهابية وقعت عقب انتهاء اجتماعاته في غرفة العمليات ببنغازي، وعند وصوله إلى منطقة سيدي خليفة تم تفجير سيارة إرهابية وسط الرتل دون وقوع خسائر بشرية تذكر ولله الحمد. نحن كنا في بنغازي في غرفة العمليات، لما طلعنا للمرج الساعة 3:30 4:15 في منطقة سي خليفة، منطقة سي خليفة في هناك معارض سيارات وبعض الشاحنات وبعض المحاجر الرمل اللي موجودة على يمين الطريق، عند وصولنا بالضبط تم تفجير السيارة في وسط الرتل، يعني السيارة اللي فيها أنا والسيارة اللي وراي فيها ابني، ولكن الحمد لله ربك سلم كل الرتل وسلم كل الجنود اللي معانا ولم يصب منا أحد في أذى يعني. وحمل الفريق الناظوري المسؤولية أو مسؤولية هذه العملية الإرهابية للخلايا النائبة للإرهابيين في بنغازي الذين يدينون بولائهم لتنظيم داعش، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في مدينة أو في المدينة جيدة للغاية والأمور على أحسن ما يرام، وأن ما حصل يقع في أي مكان في العالم. بكل تأكيد أن هذا الخلايا النائمة للإرهاب في بنغازي اللي تم القضاء عليهم في بنغازي والان ناويين القضاء عليهم في درنا، هم اللي هذه الحركات الجبانه منهم، نحن لم نتهم اي فصيل او اي مجموعه، ولكن الاتهام موجه الى دواعش والى الظلاميين. بالعكس الامور الامنيه ممتازه جدا في بنغازي، الاجهزه الامنيه وزاره الداخليه بالكامل، القوات المسلحه محاصره بنغازي، الامور طيبه جدا جدا، والاجهزه الامنيه تشتغل على قدم وساق، ولا يوجد اي خلل امني باذن الله في بنغازي، لكن هذا ما حصل حصل في هولندا، حصل في المانيا، حصل في امريكا، حصل في بريطانيا، حصل في كل دول العالم.